باب الرضاع. من أرضعت طفلا بكى حتى شبيع، وعمره من دون حولين يقع. مرضعة امرأة قد بلغت من عمرها تسعا لها وأرضعت، حتما وقد ابنا لها صار الولد، وشرطها بخمس رضاعات تعد. مفرقات كل رضعة شبيع، وشرطه من قبل حولين تقع. فصار زوجها أبا له، وفرع كل منهما أخا له. فيحرم قريبها من النسب، وأخت زوجها له كأخت أب. وتصبح فروعه فرعيهما دون الحواشي والأصول فأعلما. فتحرم المناكحة من أجله بينهم كما سلف في بابه. وجائز النكاح للجميع من أهله فيما عدا الفروع. باب النفقات. أسبابها تكون في ثلاثة: ملك، زواج، ثم في قرابة. فالأول وجوبه على الأهل أصوله، ثم الفروع ما اتصل. فواجب حقا لوالدين بالفقر والزمان والجنون. أما الفروع بشروط أن تقر، مثل الأصول زائدا لها الصغر. وحيثما تمكنوا من الكسب فلا على الوالد إنفاق يجب. نفقة الرقيق والبهائم من غالب قوت البلاد تطعم، وكسوة من غالب كسوتهم، ولا تكلف على طاقتهم. وزوجة قد مكنت من نفسها فالسكن والمؤون من كسوتها. من موسر فقوتها مدان، طعامها عليه موجبان. وموسر عليه قوت قدر مد، وموسر زيادة بنصف مد. من الطعام والكساء ما جرت عادات أهل البلد واعتبرت. وحيث كانت يخدم من مثلها يستأجر خادمة تخدمها، ويفسخ العقد إذن بعجزه نفقة أو بالصداق عسره. باب الحضانة. للأم حق بحضانة الولد سبعا من السنين هذا المعتمد. وثم بين والديه خيرا إلى الذي يختاره قد أحضرا. شروط ذا خلو زوج: عفة، عقل ودين، وكذا أمانة. حرية سابعها الإقامة، متصف بها له الحضانة. كتاب الجنايات. قتل لإنسان حرام فاعلم، فاعله يجزى به جهنم. لأضرب ثلاثة حيث يقع، عمدا خطأ وشبهه فقد يقع. فالعمد أن يشرع حتما ضربه بآلة، والقصد أن يقتله. والخطأ كمن رمى صيدته فصاب شخصا فقضاه حتفه. وشبهه يقوم ذا بضربه بآلة لا قصده من قتله. للعمد دية مغلظة يفي من بعد قود إن يكن عنه عفي. وخطأ القتل فلا يقود له بل دية مخففة مثلثة. وشبه قتل دية مغلظة على سني ثلاثة مؤجلة. فصل في شروط القصص. في شرعنا معناه قص للأثر، هذا الذي عند القضاة معتبر. شروطه أربعة لمن قتل: بأن يكون بالغا مع العقل، ألا يكون القاتل أبا له فلا يعاقب أبا بولده، ولا يكون أنقص من قاتله كالكفر والرق كذا معاهده. وتقتل الجماعة بالواحد، ولا يجب في كسر عظم قودي. وكل ما حيث على النفس سلف يسري من القصاص ذا على الطرف. والشرط في قصاص أطراف بعد تلك الشرائط باثنين يعد. في شركة ذي الاسم الأخص للطرف المقطوع أو نقص يخص. أن تنتفي الأطراف من كل شلل، فإن وجد قصاص فيه بالمثل. وكل ما ينقطع من مفصل فيه قصاص قرروا بمثل. ولا قصاص في جروح عشرة والسثنية الموضحة المعتبرة. ثم الجروح العشرة مسطرة مبينة في الكتب محررة. باب الديات. مال من الجنات حتما يدفع عند ارتكاب قتل حر يقع. فدية مغلظة لمن قتل بغير حق مئة من الإبل،
تقسم تلك على ثلاثة، أولها 30 حقة، ثم تلي 30 جذعة، وحمر بأربع خلفة، والدية المخففة قد خمست بمئة من الجمال وجبت، تقسم بنت لبون حقة، وابن لبون ومخاض جذعة، وحيث أنواع الجمال ينعدم ينتقل من بعدها إلى القيم، أو 1000 دينار بحيث ينتقل، أو ما يساوي فيه فضة مثل، وحيث كان القتل جرم في الحرم، والأشهر الأربعة تلك الحرم، قتل قريب من ذوي الرحم، فالدية تغلظ في ذا الجرم. أما اليهود وكذا النصارى بثلث دية، وذا المختارى ودية المجوسي ثلث العشر من دية المسلم هذا المعتبر، ودية النساء بكل حال فنصف ذا من دية الرجال، ودية النفس فتكمول إبل 50 عن قطع يد أو الرجل، أنف وعينان كذاك الجفن، كذا الشفاه واللسان والأذن والأنثيين، وكذلك البصر والسمع، ثم القطع ما نال الذكر، شم وعقل بعدها الكلام، فعند هذا السوفي الكلام، وكل عضو قد خلا من منفعه، ففيه حكم دية بنسبته، ودية الموضحة من الإبل 5، والسن مثلها جعل، ودية لطفل حر النسمة من الرقيق كان عبد أو أمه، يشترط فيه بلوغ الغرة عن كل ذا بنصف عشر الدية، وحيث في حال عدام الغرة إبدالها 5 من الأبعرة، ودية الجنين ذا رق عشر من قيمة لأمه فقد ذكر، وإن بدعوى الدم لوث اقترن، وفي النفوس صدقها قد يقترن، لذاك 50 يمينا قد وجب، ويستحق دية لذي السبب، وحيث أن اللوث ذاك ينتفي فعندها تقع على من ادعي. باب كفارة القتل. فقتل نفس زاكية محرم، قاتلها كفارة يلتزم، فيعتق رقبة مؤمنة من العيوب شرطها سالمة، فإن عدم فواجب الصيام تتابعا 2 شهر بالتمام.